معنا اليوم موجود معنا في البلاتو كمال بن خليل، سالم الزيدي، مروان تاج، وايضا مختار دبوس، ومعنا ايضا بالتليفون ضيفنا من قفصه السيد رضا المحمدي، رئيس قروف القفصه، ولا خلينا نقول الرئيس السابق لقروف القفصه. سيد رضا، مرحبا. مرحبا بك خويا سلام، مرحبا بكم المستمعين والمحضرين معك. شنو الامور؟ لاباس الحمد لله. دونك صحيح رئيس سابق، البارح ظهر لي تقدمت باستقالتك. الله يعلمك. هكا هو خويا، يمكن وجه ربي هكا. باهي، خلينا ناخذ معاك شويه تفاصيل، شنو الاسباب، علاش في الوقت هذا بالذات؟ والله الا الاستقاله سلام خويا مش من الوقت هذا، الاستقاله الاولى عند السيد الوالي من جويليه، فهمتني؟ كي صار فراغ وراح تحمل المسؤوليه لاخر لحظه. ديجا احنا المسؤوليه متحملينها من 2015 خويا، 9 سنين ولا 10 سنين. جاء الوقت اللي باش نخرجوا فيه. جمعيه رجعناها لبلاصتها الناسيونال. الحمد لله طاحت على يدينا ورجعت على يدينا. الامانه رجعناها لمولاه. وانا راني مشيني جديد على الجمعيه، انا راني ولدها، راني كنت منها من عام 94. كي وات الوقت وحطينا البلاصه في امانتها، في بلاصتها حبينا نرجعوا الامانه لمولاه هكا. علاش الوقت هذا القرار في الظهر حتى السنه باديه الامور ماهيش ولا بد في الشامبيونات، ما كنتش نجم تستنى حتى تصير جلسه العامه الانتخابيه وبعد تقدم استقالتك؟ والله اش نقول لك سي سلام، انا ديجا قلت لك الاستقاله قدمتها ملي كملنا السيزون من جويله، ملي فاتت الفتره اللي فاتت قعدت تراسك الجمعيه في فراغ، الجمعيات كلها تحضر، قعدت تراسك يجي شهرين، اتصل بيا السيد الوالي وليت تحملت المسؤوليه، عملت الانتدابات، عملت استاج، حضرت الجمعية كما نحب أنا. صارت شوي عراقيل وشوي مشاكل، حبينا أخويا نعاون وجيت كبورة. وتصور أنت حتى الليل حتى كما غدوة ما ماشي في أفريكا، أنا في تونس في الجامعة حضر في الإجازات ونحضر في التراخيص تاع لي زونترينير، ما حبيتش نسلم لأخر لحظة. أخويا فما صارت ترشحت في الانتخاب النور، القائمة ما مشتش، نقعدوا سلام خويا في الفراغ. التسييريه مش حبيت نعاون اخويا، التسييريه مش حل الجمعيه، راه لازم الناس تقفل. في الاخر امس كلمت سيد الوالي وسيد المندوب وتلمينا الناس كل اخويا، كل نشوفوا الناس اللي تشد الجمعيه. انا يزيني فديت، ما عادش نجم نوصل في الظروف هذه، ما عادش نجم نوصل. ما ساعدنيش اخويا باش يرجع بيا الوقت، سامحني التسع سنين التالي. ما نحبش الحلمة هذه تطير اخويا، جمعيه رجعت للناسيونال يزيني في البرك. وراني ما بعدتش انا التي جي، مرحبا بي، نعاونوا ماليا وبدنيا واني موجود، ما عنديش حتى مشكل. اما اخويا كان نخرجوا من الفتره تاع الفراغ، ما التسييريه حكايه فارغه، ما عندها، خليك تشد الناس تشد تحمل مسؤوليتها كامله. اش مازال هي تو انتم عينتم الجلسه العامه الانتخابيه، معناها كنت كملتها نهارين ولا ساي، معناها فاض الكاس. لا فاز الكاس ما عادش اسلام خويا، معناه وانت نوصل بالطريقه ذي، خلي الناس تتحمل المسؤوليه. الناس شكون؟ الناس اللي ظل محمد وحده هذاك. مشاكل ماليه كبيره معناها. فوت من القيمه اسلام خويا، انا قلت لك انا ليله الماتش تاع قريب افريكا وانا نصرف من تونس بعثت لهم حق لوتي وانا ندفع وانا خارج صاحبي زاد. يزي في البرك، خلي الناس تتحمل معك المسؤوليه زاد. وحدك قعدت رضا؟ قعدت وحدي بطبيعه الحال. الجمعيه ماشي راهي قواف القفصه، راهي ماشي سهل، جمعيه ماشي المجهور، راهو حرام كي تنقعد عند خويا. انا راني سلمت في كل شيء، لا حاجتي بفلوس، لا تنطالب بفلوس، ولتي جي نعاونها ماديا ونوقف معاه وما نخلوش جمعيتنا كيما كان، راهو حرام، راهي جمعيه ماشي للمجهور. راهي للجوله الثالثه انت لاعب زوز ماتشات في قفصه وماتش البرا خسرهم صفر من نقاط، برشا مشاكل. باهي خلينا ناخذ من عندكم لهنا، مروان تحب تعلق؟ لا اهلا بك سي رضا. وينك خويا مروان؟ لاباس عليك. مليون انا عايشك ربي يفضلك. مليون نحكيو على قواف القفصه وانا نعرف الجهه كامله غاديك ربي يبارك فيكم. زاد العبد تبارك الله، معناتها اليوم انتم يعطيكم الصحه، رجعتوا الفريق بعد سنوات، ما يتبقى اليوم كي تقول حتى للراي العام باش توضح لنا اليوم كانت معناتها الوالي، كنت ما خذيت الخاطر والوالي ورجعت عندك شهرين. اليوم يقولوا لك انت المسؤول الاول، المسؤول معناتها اللي بتقوم بالانتدابات. اليوم ما ريناش في قواف القفصه فما انتدابات، ما فماش كيما نقولوا مدرب اليوم اللي حاجته به قواف القفصه، باحتراماتي لسمير جويلي وانا نعرف. يعطيك الصحه. نعرف معناتها سمير جويلي كيف جا القفصه، ما نعرفش اسكو انت تشاطرني في الراي، معناتها كيما نقولوا جبته ما غير حتى فلوس ماديه، حتى سمعت جاي رينا بلاش بلغه اخرى. تسمع فيا؟
لا لا فما فما كونترا وفما فلوس تفهمني عليها. هذا اللي عندي المعلومات راهو. معناتها اليوم يقول لك الرئيس الجامعة ما صرف حتى شيء. معناتها هذا سيرتو معناتها أنا ريتها أكثر راهو أنا نعرفك شخصيا معناتها الناس معناتها ناس طيبة وكل شيء ما يتمارش ما يمنعش كما قال لك استيام كنت نجم تصبر. اليوم حتى كيما يقول لك حتى العباد تسكر وذين اليوم جمعيتك باش تخدمها شوية صبر خاطر اليوم ماهوش حل باش تنسحب أنت كيما نقولوا هروب من المسؤولية هذا. أي أما سيدة تفضل خليك كمل كمل. ما تراهاش أنت هروب من المسؤولية خاطر على حسب كلامك على حسب كلامك اليوم سي رضا باحتراماتي ليك كأنك اليوم عملت مزية على الجمعية رجعتها وعارفها اليوم اللي أنت الجمعية ذي ماكش توصل منها حتى شيء هربت منها. لا 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 مروان خويا لا انت جوارك دي موتف انا ما عندي حتى مزية على جمعيتي مش جمعيتي اما النهار اللي نشوفه الناس نجم تقولك مثلا يكون رضا ترسل في المشكلة دي ننسحب خلي الناس تخدم رو ننسحب كرئيس جمعية اما كأمور اخرى مادين باللي تحب دنين باللي تحب هاني موجود وراه مش غريب عليا نهار اللي جاب سي خالد الانتدابات هذيا لاخر لحظه نصحح الكونتراتوات وما عنديش حتى مشكل لاخر لحظه قاعد نسير. اما خويا فما مشكله خلي الناس تفيق يا مروان خويا خلي تتحل المشكله هذيا كيما نقولوا يد واحده ما تصفقش يعطيك الصحه. فهمتك يا خويا خلي يشد سامحني يشدها سلام يشدها مروان يشدها اي نوع تاع بشر هاني موجود نعاون انا انه في تحل المشكله دي واضح باه. استاذ من جهه مروان يقول لك هرب مع تسيك سريفا وخليه لكن من جهه السيد يقول لك قلت روحي وحدي ونصرف وحدي في فلوس معناها تعبت معاش الناس. انا ساعه سلامه سريفا انا استاذ كمال بن خليل معك نتشرفوا بيك كمان عايش انا نستغرب في مروان كي يقول له هربت ومش مزيه. لا خويا مزيه سيري ذا عامل مزية على قواف القفص على خاطر حد شيء ما يجبره باش يعطي فلوس ولاده حد شيء ما يجبره ثم رؤساء راهو دخلوا الحبس رئيس قابس اسمه صابر جماعي قداش قاعد متخبي احكام بالنفاذ العاجل تاع بنزرت تذكروا كي يبكي الله يرحمه شنو اللي مخليه هذا الكل القانون المتخلف نتاع الجمعيات اللي ما حبوش يبدلوه شنو معناتها انا راجل عنده زو سوردي يعلم الرب الاعلى كيفاش سهر الليالي وتعب باش يلمهم لصغيراته يجي خاطر يحب جمعيه يمشي يصرف راهو مش معقول راهو الخور في القانون وبعد يلقى السبان ويلقى بيك وعليك وصفتك صحيح عنده بورتابل بصاب لايت دينار يكتب ستاتيو يبدا ينهش فيه وينهش له في عرضه يرحم والديك لا يا ولدي سايب عليك انا العباد اللي كيما سي رضا نبهت فيهم انا بالحق مجاهدين راهو راهي ناس مجاهده السيده ذي انا ناكد لك اني ما قابلته حتى مر خسر فلوسه وان شاء الله تكون صحته لاباس لا سي المراه كل ركبت اسمع وان شاء الله تكون معناتها اسمع الخور راهو في القانون الرياضي انت فلورنتينو بيريز في ريال مدريد تتخيلوا يصرف في فلوس ولاده لا يمين على شادين الكراسي تو انا غالب ما هو الغرام هاك البلوه لا مش شاد كرسي ما هو شاد كرسي لا دقيقه فما رؤساء شاد الكراسي رايو على مروان ما هو شاد كرسي السيد هذا اخزر نحي ثلاثة أربعة جمعيات اللي تصرف منها فيها وعندها والاسبيرونس اكسبسيون ابار ولا ليتوال وقت يشدها سي رضا شرف الدين الناس عندهم الفلوس الاخرين كل يعانيوا راهو القانون راهو الاشكال في القانون الرياضي راهو قانون الجمعيات راهو كارثه. شو تسمع يقول لك الوالي 2024 مازلنا على ميرسي نتاع الوالي ولا ميرسي نتاع شركه اندرشنوا باش تعطيني مش هذا راهو اسمع قداش عندنا واحنا نبرحوا صوتنا بح يا ولادي حلوا للقطاع الخاص يا اخي نحن اذكى من الانجليز اذكى من الطلاين اذكى من الفرنسيس اذكى من منيش عارف الاسبان تي ناس كل حلوا واللي في بالي احنا في التريميس ياخذوا ذولي من الفوسفات شكون الفوسفات تيقتاش الفوسفات بينها مش خالصه موظف فيها شوفي جا نقول لك انا برجوليه في الزمن هذا وفي الوقت هذا وفي الظروف هذا ما زلت نلقى رئيس ويصرف وقاعد نقول له برجولي برا عادي على روحه. واضح باين ناخذ تعليق من ولاد وبعد نعطيك كامل معاك. خويا سي رضا فقط نكمل نسمع ولاد وبعد نعطيك تكمل في الاخر يا مختار بسرعه. سي رضا شنو حوالك خويا مختار دبوس؟ وينك سي مختار لاباس عليك خويا؟ انا اللي نمتاز فيه في البلاتو هذا اللي كوني عندي علاقه رضا الحمدي صاحبي وصدقني اجا بعد كل اصحابك صاحبي سي رضا خصوصا صاحبي
هذا دليل اللي هو الناس كل كيف كيف. لا لا خويا رضا 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 من عز انت مريتوش كمان من عز ما تعرف شرفوا بيه صدقني تمشي حتى جلسه ما عندهاش حتى علاقه بالكوره. رضا المحمدي يفيق بيك في قفصه راهو يعمل رضا المحمدي. انا نقول لك حاجه من اعز الاخبار اللي سمعتهم في حياتي للرضا بعد ومش نعطيك انا سكوب راهو هذا الكل مش باش يبعد وتسمع الجمعة الجاية. لا 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 مش شارجة رئيس قفصة ما عنده حتى حاجة في حياته كان قفصة. رضا المحمدي شفته أنا صاحبه كي نمشي نزفر له في قفصة نكلم الأولاد ما تكلموهش راه عنده تخميرة متاع تقول باش يعمل لنا كارثة اللي أنا راني نبدا نغزر له ويغزر لي ويعرف صاحبي معناه ما نكلموهش الأولاد بعدوه ومن بعد نقول له يا رضا وخي حتى صحتك راه رضا يعاني لطلوع قفصة أنتم ما تعرفوش التاريخ في قفصة. قفصة تعاني من طرح قفصة وبن قردان في ورضا يعاني في اللامرين هو وعائلته وفلوسه وما بين تونس وقفصة ومخه مشعجب مرة سكر تليفونه مرة حله مرة دخل يمشي يهرب يسكر تليفونه بالجمعة ويرجع. معناه أنا نحكي لك راهو على عبد عانى لكن مع المعاناة هذه نأكد لك سكوب رضا المحمدي ما عندوش مهمة في الدنيا هذه كان كونه يكون رئيس قفصة وقفصة بعد رضا المحمدي راهو ما ينجمش يشد حتى رئيس. سالم تعليق من عندك بسرعة بعد نعطيو سي رضا. تعليق لسي رضا هو مشكور على المجهودات نتاعو اللي عاملهم وكله كما قال مختار من انه هو يعرف انه هو باش يرجع. حبيت اكثر في الانتدابات في الصيف كان ينجم لانه كما قلت انت كي يقول لك فماش فلوس كان عملناه فما انتدابات عملناه باقل امكانيات ممكن تو القف روحه شويه في الايامات الاخرى نتاع الميركاتو لكن عملناه الخير اللي يخلي حتى هو كان يصح له باش يرجع او اي رئيس باش يجي عملناه الشاجه انتدابات فما اعاره من النادي الافريقي فما ملاعبي اخذاهم ممكن تصور ما تكلفوش برشا كان عرفت شاطرني ولا سي رضا الراي انه ممكن خلوه اكثر يكمل السيزون مرتاح سواء رجع هو اي مدرب حتى في ديسمبر يولي يكمل ريكروتمون زوز اخرين حتى اذا صح له باش يرجع او حتى اي رئيس اخر يجي هذا ممكن نلومه فيها شويه سي رضا. تفضل سي رضا نكمل معك. حبيت نعقب لك على عندك خويا مروان يا ولدي ما يتلامش نعقب على خويا مروان. انا راني كاري ظالم محمد راني ما نهربش وراني راجل هذاك عمري الوقت هذاك شي نحبوه اسمعني تنقول لك مروان خويا انا كان هربت راني هربت عام لعطوني الجمعيه في الناسيونال وسي مختار يعط عطوها لي الجوله السابعه وعندها نقطه باه في الريتور جبت قيس اليعقوبي وجبت شاك بيسون وجبت الحران وجبت سلامي وجبت فخر الدين قلبي وجبت عملت جمعية في الريتور جبت 24 نقطة أنا من كلاسي ثاني وطاحت الجمعية كان نحب نهرب راني هربت من الوقت هذاك سيريضا قولوا جي شد معاك لجان شوية طيب مش يهرب صدقني ما تسمع به في الحدود التونسية اللي بيه مش يهرب بربي يا سيريضا يا سيريضا بربي على كلمة هو مختار يعرف أنا توا عجمر في تونس بربي فهمه مش اسم مختار يعرف أنا منعتك يا ولدي يعرف سيريضا شديت نعم. شديت شهر انا فرع كرة اليد في الكلوب نمشي نحكي وحدي في الشارع تصور خلي انا فما فيهم حتى اللي صارت مشكل من المشاكل احكيها لك سي مختار ماتش بنقدان في بالك انت البراج تخلق الغير رضا المحمدي في بالك انا ملي شديت طاحت لي الجمعيه للبي عملت 7 براجات برجت للملعب التونسي برجت للحمام لنف برجت للشابه برجت لبنقدان صار لي الغريب الكل ما حبيتش نسلم كمل برج المروان خلي كمل ما عندي وقت حبيت اليوم بالحق حبيت الحلمة ذي اللي صار وتعبت على صحتي وعلى مالي باش نهار اخر كي يجي ولدي راهو عندي ولاد راني عايش في وسط البلاد راني ما نجمش نخرج منها في قفص حتى نهار اخر ديما نقول لهم فاهم يا ولادي حتى كي يجي عزيز ولا حمدي يحكي في الاولاد في البلاد على القوافل في القفص يقولوا له باباك طايح الجمعيه يقول لهم بابا رجع والحمد لله من فضل ربي رجعت بلاصتها. قداش عمره ولدك سي رضا؟ عزيز ولدي فقت به امس انا كي قدمت استقالتي عمره 16 سنه. 16 راني جاي باش نحكي له على الفلوس اللي صرفتها. قسما بالله كان ذريتي كبروا من غير العرف. ربي يفضلهم. واضح يعطيك الصحه شكرا لك سي رضا. سلام خلينا نقول لك ترت انت قبليك قلت لي رضا ليد واحده ما تصفقش. اي. وصدقني مش داري على حتى واحد كان عايز. ريت ماتش نهار الماتش تاع جابس تاع ماتش لاميكال في الوصايف نبعث لك صار لي كريس كاردياك لطف علي اسمعني بس اسمعني فت في الكلينيك عدوا لي مرتين شريط على القلب التسعه كلموني
يقولوا لي راهو الاربيط لما بعيناه باش ها سيناجي جوي ناجي جويني في باله والولاد الكل قالوا لي راهو ما عندناش اربيط ما بعثناش الفلوس. نخرج انا خويا من الكلينيك نمشي للبوسطه نصب 800 تاع الاربيط ونرجع للكلينيك خويا. لا لا بثلاثه ما نجمتش ثلاثة. خرجت من الكلينيك مشيت تفرج على الماتش لاني كان تاع جابس نزيد ناكل في اربعه ونرجع للكلينيك. انا كوره خويا لطف عليك لطف عليك وهذا حسين بارك الله فيك شكرا لك على دخولك معنا خويا. ربي يبارك لك ربي يبارك لك. وهذه جمعيتنا وما عندناش عليها حتى ان شاء الله القوافل نشوفوها واللي يخدم نعاونوه ما عندناش حتى مشكله ان شاء الله القوافل نشوفوها في اعلى المراتب السنة وتمنع من نزول ان شاء الله. شكرا مختار عبوس مروان تيس سالم الزيدي كمال بن خليل اجمل تحيات اسلام المنتخب.